انت بتفهم؟ انا شفت المنظر ده، في بنت قاعده في الضيافه مربعه بكرسي قلع الشبشب ومربعه كويس. ايه؟ شفتوا النكتة؟ الناس المطبلاتية، عارفين المطبلاتية؟ فوجئت كده واحد كاتب مطبلاتي جامد قوي، لا بس دي ايه عدت مني، يعني ده جاب العيد زي ما بتقول. يقول لك ايه؟ الحمد لله لقد اسلم عدد كبير من الحجاج بعدما راوا خدمه قوات الامن في حفظ الحج. ايه رايك؟ يعدت منه ولا لا؟ الحشيش الحشيش وسخي ده نوع معفن، يعني على اساس ابو لهب كان بيحج ولما شاف قوات الامن حلوه ومنظمه فقعت واسلامات. ايه؟ اللي يتكلم يتكلم كلام واضح يحط لسانه في بوكه. لو شاف المتطوع ايش سوى؟ مثلا لو شاف فريق المتطوعين بتاع جامعه ام القرى كفر جهنم كفر. فالسوتشر ستيت متسابه علشان البرين ياخد ايه؟ انا بتميز، الله اعلم، انا ما احبش اقول اتميز، ولكن انا فيها يعني صفه غريبه جدا ان انا بحب الاوبزرفيشن، جود اوبزرفر، مش بتطفل، يعني انا ما تانيش ابص للناس كده، لا عيني بتلمع حاجه كده صغيره فبشوفها. انا مره شفت حاله كرينيو ساينس ستينوزس على شط، كنا بنصيف مره في مكان ما في مصر، وبعدين الست قاعده وحط عيل على رجلها، اللي على رجلها ده راسه قد البرتقانه بالظبط كده، يعني برتقانه كبيره شويه كده. هي شكلها ست كده من الوسط العادي، مش educated يعني، فلاحه او حاجه، فاكيد هي سعيده جدا بان ابنها راسه صغنونه. الله ده امور وعسوله، ده راسه قد كده يا بنت المتخلفه، ده عنده كرينيو ساينوس ستينوزس وده هيطلع منتالي ريتاردد، لان ده حصل بريماتشور كلوجر اوف ايه؟ اوف سوتشرز. طب اعمل ايه يا دكتور؟ ده يروح عمليات على طول بمقص عظم، في حاجه اسمها بون كاتنج فورسبس كده، تك 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 يفصل العظم عن بعضه وباي باي، لغايه ما البرين هيكبر العظم هيلحم مع بعضه تاني. خلاص؟ فلو حد عندكم بقى كده راسه صغيره ما يبقاش سعيد قوي، لا ده ياخده على قسم جراحه المخ والاعصاب ايه؟ على طول. فهنا هيبقى ادي الفرونتال بون جزئين، وادي البارايتال بون، وادي الاوكسيبيتال بون. الفرونتال بونز بيبقى فيه بينهم سوتشر كده اسمه ميتوبيك سوتشر، هذا الميتوبيك سوتشر بيديسابير نورمالي عند 8 سنين. اي حد بعد 8 سنين ما عندوش ميتوبيك سوتشر. كلنا عندنا السوتشر الكبير ده اللي ما بين الاثنين بارايتال بون اللي بنسميه ساجيتال سوتشر. ساجيتال ايه؟ مش انت بتقول لك واخدين ساجيتال سيكشن في البودي؟ الساجيتال سيكشن ده بارلل تو ذا ساجيتال سوتشر. ما بين الفرونتال بون وما بين البرايتال بون في سوتشر ماشي بالعرض كده، ده اسمه كورونال سوتشر. هنا الكورونال ده انت لما بتيجي تقسم البودي بتاعك من قدام لورا بتقول واخدين كورونال سيكشن. صح؟ هنا واخدين كورونال سيكشن عشان السيكشن بتاعي بارلل تو ذا كورونال سوتشر. فانا عندي هنا في النص سجده بالعرض كده هيبقى في كورونال، ما بين البارايتال وما بين الاوكسيبيتال من ورا في سوتشر تاني اسمه لامدويد سوتشر. عند السايت اوف ميتنج اوف ذا سجيتال مع الكورونال مع الميتوبيك سوتشر في سبيس كده دايموند شيب اسمه انتيرور فونتانيل. في سبيسز ما بين السوتشرز اسمها
فونتانيلز. اسمها ايه؟ هذا اللي ما بين الميتوبيك وما بين الكورونال اسمه انتيرور فونتانيل، واللي ما بين الساجيتال وما بين اللامدويد من ورا اسمه بوستيرور فونتانيل. في اتنين فونتانيلز تانيين على الجنب، واحد انتيرور واحد بوستيرور. اللي قدام ده بنسميه انترولاترال او سفينويد فونتانيل، واللي ورا بنسميه بوسترولاترال او ماستويد فونتانيل. يبقى انا عندي كم، ايه هو الفونتانيل؟ سبيس بتوين ذا ايه. عندي كم فونتانيل؟ 6. انتير فونتانيل بوستير فونتانيل، 2 انترولاترال و2 بوسترو ايه او 2 سفينويد و2 ايه ماستويد. الفونتانيلز دي بتقفل امتى؟ الاوكسيبيتال فونتانيل او البوستيرو فونتانيل ده بيكلوز ديو ايميديتلي افتر بيرث، وهناك اقوال اخرى تقول لك ديورينج ذا فيرست يير اوف لايف. مش هنختلف. بص الاثنين انترولاترال والاثنين بوسترولاترال ايميديتلي افتر بيرث، مين اللي هيبرزست وهيتنوا قاعد؟ الانتيرو فونتانيل. الانتيرو ايه؟ At birth هذا الانتيرور فونتانيل بيبقى ميجرينج 3 فينجرز، 3 فينجرز كده. مش بتوعك انت، بتوع العيل. تمام؟ 3 فينجرز. بيقفل كل 6 شهور فينجر. يعني 3 في 6 بكام؟ 3 في 6 بكام؟ ب 18 شهر، يعني سنة ونص. يعني يقفل بعد سنة وإيه؟ ونص. هذا الانتيرور فونتانيل كلكم طبعا بتلاحظوه، كل اللي عنده عيل ابنه او ابن اخته او ابن اخوه في حته صغيره من قدام طريه كده، يقول لك ايه اليافوخ بتاعه، او ما تحطش ايدك على نافوخه. وفعلا ما تحطش ايدك على نافوخه لان هي كفرد باي ممبرين بس كده، وتحس البلسيشن بتاعت البرين تيشو البرين بيسس، تحس البلسيشن خلاص. فانت لو دوست كده البرين تيشو تحت ايدك هتبوظ. مش بنهزر، هي فعلا خطر. تقعد كده و هزار السعايده ده. طيب افرض ان هي قفلت قبل سنه ونص، يبقى دي حاجه اسمها بريماتيور كلوجر اوف سوتشر. طب افرض قفلت بعد سنه ونص، ها؟ ايش؟ طبيعي؟ ده انت اللي فتيت واخويا فتوى انت يا عسى. اصل انا مش كنت ممكن اقول انها طبيعي، ولو كانت طبيعي كنت قلت ان انا يعني كنت سالت حضرتك ان هي لو ما قفلتش بعد سنه ونص. يا فزلوك يا جهبوز من جهابزه الطب. لو ما قفلتش بعد سنه ونص هيبقى في حاجه اسمها ديليت بون اوسيفيكيشن. والديليت بون اوسيفيكيشن ده يساوي ريكت، يساوي كساء، فيتامين دي ديفيشنسي، فيتامين دي ديفيشنسي والكالسيوم ديفيشنسي اللي هو الريكتس. لانك انت حضرتك مش لا 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 ده لسه صغير وان شاء الله بكره ربنا يكرمه وهت ايه وهتقفل. لا وحياه الحاجه دي مش خلاص، مش هتقفل طالما ما قفلتش سنه ونص. يبقى في سام سورت اوف ديفكت، هذا الديفكت فيتامين دي ديفيشنسي او ريكتس. وعلى طول لازم الولد البيبي بتاعنا ده ياخد فيتامين دي. هنا الانتيرور فونتانيل ده ليه اهميه قصوى في الدياجنوزيس اوف ديزيزز، صح؟ سام تايمز بيبقى في عيال عندها سيفير ديهايدريشن ومحتاجين فلويد ترانسفيوجن او بلاد ترانسفيوجن، وهو بريفرالي كومبليتلي كولابسد، مش عارف اشوف له اي فين، حتى الفينس كات داون مش عارف اجيبه، ما اعرفش ابدا على جريد سافنس فين، مش عارف اجيب له كاروتيد ولا اجيب له سب كليفيان ولا اي حاجه. فبدخل عن طريق الانتيرو فونتانيل، في تحته كده فين كبير قوي في البرين اسمه سوبيرو ساجيتال ساينس، بدخل في السوبيرو ساجيتال ساينس وبعمل الفلويد ايه ترانسبلانتيشن. طب افرض هنا طبعا دي هتبقى اللهم صل على سيدنا محمد، ده كده البونز
بتاعه البولك اوف ذا سكال والبيز اوف ذا سكال. الفيسترو كرينيوم بتاعي بقى في ممبرينس فيسترو كرينيوم ونيورو فيسترو كرينيوم. الممبرينس فيسترو كرينيوم هيبقى عباره عن الماندبل بس بيطلع من كارتليج اسمه ميكلز كارتليج. ميكلز كارتليج ده بتاع الفيرست فارينجوال ارش، وبعد كده بيقوم حاصل ميمبرين ديبوزيتد حوالين هذا الكارتليج وتحول الى بون. فالماندبل ده تخيله ممبرينس اوسيفيكيشن. ممبرينس ايه؟ اوسيفيكيشن. بعد كده بقيه البونز بتاعه الفيس هتطلع من الفيرست فارينجوال ارش والسكند والثيرد ومن الفورث، ودي هتبقى مكتوبه في الجدول عندك ومش محتاج ان انا اضيع وقت فيها كتير. يعني هنا هيقول لك مثلا الفيرست هيديك الستيب الميلياس والستيرس ويديك السكيوماس بارتو تيمبورال بون، السكند هيديك الانكس وهيديك ستايلوس بروسيس وستايل اوف ليجامنت، الثيرد هيديك حته منه هايود بون، الفورس هيديك حته من هايود بون والكارتليج، وكل الكلام ده حفظ كله ما فيهوش اي فن خالص بصراحه. ايه الكونجنتال انوماليز بتاعت السكال؟ كلنا بنشوف المنظر ده وبنضحك عليه. واحد راسه طويله قوي، واحد راسه طويل كتير، خلاص؟ الحاله دي بنسميها سكافو كيفل، سكافو كيفل او السكال المركبيه، عامله زي المركب، عامله زي القارب يعني. اسمها سكافو ايه؟ كيفل. هذه السكاف وكفل due to the premature closure of the sagittal suture. sagittal ايه؟ suture. السagittal suture بتاعي ده قفل بدري. السكال هتكبر منين؟ من الكورونال ومن اللامدويد، صح؟ يعني في النص ده قفل، السكال مش هتلاقي سكه غير الكورونال من قدام واللامدويد من ورا، والبرايتال قفلت مع بعضها، فالسكال تاخد شكل القارب ونسميها سكافو كيفالي، ودي ديو تو ذا بريماتيور كلوجر اوف ذا سيجيتال سوتشر. في سكال كده ثانيه تلاقيها عاليه بنسميها اوكسي كيفالي، او بنسميها الاكرو كيفالي، او بنسميها تاور سكال، اسمها كمان تاور سكال. الراس اللي عامله زي البرج. طب الراس اللي عامله زي البرج دي جت منين؟ due to the premature closure of the coronal suture. الكورونال بتاعك ده قفل بدري، السكال هتكبر منين؟ بالساجيتال. فتبص تلاقي السكال بتاعتي كبرت من النص وتعمل لك تاور سكال او الاوكسي كيفالي او الاكروين كيفالي. يبقى دي بنسميها سكافو كيفالي due to premature closure of sagittal suture، دي اسمها الاكرو كيفالي due to premature closure of the coronal suture. طب افرض بقى هنا في واحد زي ده لو بصيت عليه هتلاقي راسه كلها ملخبطه. راسه كلها ايه؟ ملخبطه. الراس لما تبقى ملخبطه كده هيبقى بريماتيور كلوجر اوف ديفرنت او الريجولار سوتشرز. يونيلاترال او بايلاترال. نص كرونال من ناحيه ونص الساجيتال اللي ورا ونص اللامدويد، فتبص تلاقي راسه كلها كده ايه؟ عامله حادثه. زي اللي دخل في عربيه والرفرف ايه اتطبق كده من كل ناحيه. فدي بتسميها ال ليجيو كيفالي. طبعا هنا المايكرو كيفالي زي ما قلت لكم، شايف راسه عامله ازاي؟ شاف وشه قد ايه؟ وراسه قد ايه؟ ده مش حلو، ها؟ ده مش حلو خالص. يبقى ده بريماتيور كولوجن اوف سوتشرز كلها اللي بنسميها كرينيو ساينو ستينوس. اسمها كرينيو ساينو ستينوس. طبعا هنا انا هفوت ده كله اللي هو احنا اتفقنا عليه اللي هو الفارينجال ارشز وباوتش، موضوع متكرر. وفي بقى في حاجه اسمها الفيرست ارش سندروم والسكند ارش سندروم، دولت يعني حاجات بتاعه جينيتكس قوي، يعني اثنين سندرومز كده ريتشارد بولين سندروم وبيير روبن سندروم، برضو كده مجرد ايه؟ معلومه. نيجي بقى للديفلوبمنت اوف ذا فيس اند بلت، ودولت اللي حلوين قوي بصراحه. فيس اند بلت حلوين قوي. دلوقتي انا عندي الفارنجال ارشز هتطلع من هنا، صح؟
الفيرس فارنجيال ارش هيتقسم نصين، هيدي اتنين بروسيسز. الاتنين بروسيسز دول هسميهم ايه؟ ها؟ الله ينور عليك، خليك واد انتليجنت كده، خليك واد صاحي. انا حاطط ايدي على ايه يا حمار انت وهو؟ ماكسيلا. حاطط ايدي على المكسيلا وحاطط ايدي على الايه؟ خلاص خليك، مش انا بعلم يعني برضو كده يعني. هي مش مطلوبه منك قوي، بس كده الاي كيو لما يكون عالي الواحد بيسعد قوي. لو ده الفيرست ارش، دي الفيرست ارش اللي هي الفيرست فارينجال ارش، الفيرست فارينجال ارش هيطلع منه اثنين بروسيسز. الاثنين بروسيسز دولت واحد فوق واحد تحت، او واحد فنترال واحد ايه دورسال، ماكسيلاري و مانديبولار بروسيس. صح الكلام؟ طب بالله عليك وانا حاطط ايدي كده حاططها على فين برضو؟ حاططها على فين؟ حاطط فين ايدي يا هلا؟ حاطط على التشين واللور ليب، وحاطط ايدي على التشين والابر ليب والفلتر اوف ذا نوز. صح ولا مش صح؟ معايا؟ طب الحته اللي في النص دي يا عم جمال ايه اللي هيحصل فيها؟ في الفور هيد بيحصل حته بروميننس كده محترم قوي اسمه فرانتو نيزل بروميننس. الحته دي من القادم نفس اللي هو هو بالتبادل. اليوم الثلاث ده اسمه الثلاث الاسود على فكره، في جدول اسمه الثلاث الاسود. يعني بص بقى، جيبوا اكل وشرب معاكم بقى ومزاج بقى كده، وبايسون ولا اسمه ايه بتاع التاني ده، انرجي الانرجي فليو انرجي درينك ده اسمه ايه، ريد بول، يعطيك جوانح جاز كده. والنقطة التانية من الناس انا بتعصب بيكرهوني في الدين، استغفر الله العظيم. انا مش عايز ناس جهله تسلم، مش عايزهم. انا عايز مسلمين محترمين يرقوا بالدين. احنا فعلا امه ضحكت من جهلها الامم. احنا انت بتصور بكاميرا، مين اللي عاملها؟ الكفره واليهود ولاد الكلب. الكرسي اللي انت قاعد عليه مين اللي عامله؟ الكفره واليهود ولاد الكلب. الساعه اللي انت عمال تتقلط بيها، النضاره الشمس، قول لي دي ميد ان افغانستان، ميد ان تركستان، مش عايز اقول ميد ان سعودي عربي، ده هي البي كولا بتاعت احمد سعيد بس. الهبل بقى، الهبل، انا في مكه من 14 خلاص. الملك الامير خالد كان امير مكه واعرفه كويس جدا، وحضر هنا كذا حفله تخرج، ف كلوز كونتاكت وسلمت عليه، فانا عارف شكله كويس جدا. واحد متخلف جاب لك صوره واحد الفاتيكان، بابا الفاتيكان، وبعدين قال لك مش عارف البابا مش عارف مين ومين ومين، الحمد لله اسلم، والمملكة العربية السعودية استضافته هذا العام، وإيه والحج، وجايبين مين بيرمي الجمرات السنة دي؟ الأمير خالد. حاطين صورة بابا الفاتيكان إن هو ده، إن الراجل ده أسلم وبيرمي دلوقتي. يا ابن الكلب متخلف، ده الأمير خالد. لو أنت ما تعرفش اسم قبل ما تنزل بوست وتخلي الناس تضحك عليك، ده أنا شفت المنظر هلكت عن نفسي من الضحك. بقى بابا الفاتيكان هيسلم وهيجي يرمي في السعوديه، ولا حس ولا خبر كده، ولا الدنيا هتتقلب غير حضرتك يا فيلسوف يا ابن الكلب، انت اللي انت اللي شفتها بس وانت اللي شيرتها. كان نايم دكتور عيانه ده ولا حاجه؟ كيف المراره يا اخي؟ هم دول بقى المسلمين اللي هيرفعوا شاننا؟ خلي بابا الفاتيكان يبقى الامير خالد ويسلم؟ يا تقرب.
أنا ما بكلمش في السياسة، أنا ماليش دعوة. أنا ماليش دعوة. هنا بقى بيطلع لك إيه؟ فرانتو مينز بروميننس. اسمه إيه؟ فرانتو مينز بروميننس. حلو الكلام؟ حلو. وهنا حضرتك الفارينجيال ارش الاولاني ده الفيرست فارينجيال ارش هينقسم الى تنتين. الاولاني هنسميه المجزيلري والتاني هنسميه المانجيلا. حلو الكلام؟ في هذا الفرونتو نيزل بروميننس هتطلع حته ديبريشن صغيره كده هنسميها النيزل بيت. هنسميها النيزل بيت حفر اهي. هذه النيزل بيت او هذه الحفره هتخلي لك هذا الفرونتو نيزل بروميننس او النيزل بروميننس الحته اللي تحت النيزل بروميننس تتقسم الى ها حتتين ميديال نيزل ولاترال نيزل بروميننس. صح الكلام؟ يعني الحته الوفرة دي هتخلي النيزل بروميننس بتاعي ده يتقسم لحتتين ميديال نيزل ولاترال ايه نيزل. هذا المجزيلري بروسيس هيبوش الميديال نيزل وهيبوش الميديال نيزل ويخليهم يقابلوا بعض في الميدل لاين. الميديال نيزل والميديال نيزل هيقابلوا بعض فين؟ في الميدل لاين. يعمل حاجه اسمها انتر ماكسيلري سيجمنت. اسمها انتر ماكسيلري سيجمنت. حلو الكلام؟ مين ده؟ لاترال نيزل. ومين ده؟ ومين ده؟ حلو الكلام. الماكسيلري ده هنكبره شويه كده عشان هو ما بيبقاش رفيع بالطريقه دي. الماكسيلري عمل بوشنج للاثنين ميديال نيزل وخلاهم في النص وقامت عامله لك حاجه اسمها انتر ماكسيلري سيجمنت. ايش هتعطيك هذه الانتر ماكسيلري سيجمنت؟ بص تعمل ايه؟ هتديك الفلترم اوف ذا نوز اوف ذا ابر ليب. الفلترم اللي هو الشق اللي في النص ده بنسميه فلترم. هتديك الميدل بارت بتاعه الابر جو اللي فيه الانسايزرز. وهتديك حته صغيره الجزء اللي تحت كده نسميها بري ماكسيلا او برايمري بالانس. حته صغيره كده من تحت. لو بصينا على البيز اوف ذا سكال من تحت هتلاقي ده الهارد بالانس. دي السنان هنا كده، دي السنان، هتلاقي في حته عامله كده. ده الهارد بالانس وده السوفت بالانس. هنا الحته الصغيره دي اسمها البري ماكسيلا او البرايمري بالانس مع الميدل بارت اوف ذا ابر جو اللي فيه الانسايزرز مع الفلترم. لوجيكال كده هتطلع من هنا من الانتر ماكسيلري اللي طالعين من الميديال نيزل. صح الكلام؟ اللاترال نيزل هيديك ايه؟ الدورسوم اوكسانوس زائد الايل اوكسانوس. صح الكلام؟ الماكسيلري ده بقى الماكسيلري ده هيديك ايه؟ هيديك بقى الحته اللاترال ليب لاترال بارت اوف ذا ابر ليب وهتديك الابر تشيك. خلاص؟ الابر بارت اوف ذا تشيك. طب المانديبولار ده بالله عليك هيديك ايه؟ اهو هيديك مين؟ اللور بارت اوف ذا تشيك وهيديك التشين. صح؟ وهيطلع جوه المانديبولار. سهله؟ صح جدا. طيب هنا ده مع ده هل هما خليه كده بروميننس محترم. اللاترال نيزل فولد ده مع الماكسيلري الاثنين فيوز مع بعض ولا سيبريتد؟
سيبريتد من بعض. الاول بيبقوا سيبريتد بعد كده بيبقوا ايه فيوز. اللاين اوف سيبريشن بتاعهم ده اكتودير خلاص. في الفلور بتاعه بيطلع كورد لايك ستراكشر بنسميه نيزو لاكريمال فولت. اسمه نيزو لاكريمال ايه خلاص. احنا العين هتطلع هنا والعين هتطلع هنا. النيزو لاكريمال فولت ده اللي هو عند الجنكشن ما بين الماكسيلري واللاترال نيزل هيبقى له ابر اند وهيبقى له لور اند. الابر بارت بتاعته هتدايليت وتعمل لك لاكريمال ساك، واللور بارت بتاعته هتفتح فين؟ ما تنطى يالا انت وهو، هتفتح فين؟ لاترال وول اوف ذا نوز. مش دي النوز، ده ميديال وول وده لاترال وول. وادي كده هو اسمه النيزو لاكريمال جروف. هذا النيزو لاكريمال جروف هيبقى سوليد ان شيب، بعد كده كانالايزد هيبقى نيزو لاكريمال داكت، وبعد كده دي تكون قافله. وان في داكت اسمها نيزو لاكريمال داكت بتاخد اللاكريميشن من العين وتخليها تصب في اللاترال وول اوف ذا نوز. اي واحد يشوف حد بيعيط بيمسح عينه ولا بيمسح مناخيره؟ خشمه صح؟ خشمه ولا خشمه؟ بالضمه ولا بالفتحه؟ بيمسح مناخيره. يعني تلاقي اللي بيعيط مش كده صح؟ شويه صغيرين بينزلوا من عين والباقي كله منين؟ من المناخير، علشان في ضغط كده اسمها نيزو لاكريمال ضغط. من العين الاكسسيف لاكريميشن بتاعتي بتطلع بره، معظم اللاكريميشن بتقوم نازله وتقوم فاتحه في المناخير. كل كده حاجة حرقة شوية حامية كده، اضرب شوية أكل برناوي ولا برانكستانو الحاجات. في أكل حامي قوي ده بتاع مين؟ جاوي هندي. لا والجاوي برضه حاجة كده بشعة فظيعة. هتبص تلاقي وأنت بتاكل مناخيرك أحمر صح؟ من ال كده. فده اسمه نيزو لاكريمال. طب البلد بقى، البلد هيتكون ازاي؟ يا عم الحاج انت مش عندك ده ماكسيلري بروسيس وعندك ده النيزل، والنيزل ادى برايمري الحته الصغيره دي من الانتر سيجمنتال. طب دولت ممكن يجوا منين بالمنطق كده؟ الماكسيلري دولت يوم مد رفين لجوه كده، جدي ايه؟ رفين بالظبط كده بنفس اللفظ. ادي الماكسيلري اهي، ايه المشكلة ان يدي رفين كده؟ اسمهم بالاتاين شيلفز. اسمهم بالاتاين ايه؟ شيلفز. هذه البالاتاين شيلفز تقوم داخلة كده هتلاقي قدامها، ادي البالاتاين شيلفز، هتلاقي الانتر ماكسيلري سيجمنت او البرايمري، هيقوموا الاثنين فيوز مع بعض وتعمل لك مين؟ الهارت بالات والسوفت بالات والماسكولار يوفيولا. حاجة اسمها ايه؟ يوفيولا او اللوهات. هنا السايت بتاعت الجنكشن ما بين البرايمري بلد وما بين البلاتاين بروسيسز اوف ماكسيلا، في فرن صغير كده هنشوفه في السكال اسمه انسايسيف فوس. اسمها انسايسيف ايه؟ فوس. بالله عليك حضرتك لما الماكسيلاري ده ما يشبكش مع الانتر ماكسيلاري سيجمنت تعمل ايه؟ هيرليب صح؟ مش احنا قلنا ده الميديال بارت اوف ذا ابر ليب والفلترم وده اللاترال بارت اوف ذا ابر ليب. افرض بقى حضرتك الماكسيلاري ده ما شبكش مع الانتر ماكسيلاري سيجمنت، هتديك مين؟ الهير ليب. هذه الهير ليب ممكن تبقى يونيلاترال او ممكن تبقى بايلاترال. راح فين؟ البروف دخل على السنه الثانيه قاعد يشرح لهم. اقعد يا ابني خليه يشرح للاعدادي، اقعد يلا يا عم.